انا وانت دايما في البرنامج بتاعنا بنقعد نسترجع الماضي صح، وبنشم ريحة مصر القديمة الحلوة والابيض واسود. حتى في الاغاني اللي بنحطها دايما في حلقتك بتكون ليها طابع معين، ونقعد نفتكر مصر زمان والافراح كانت عاملة ازاي والشوارع كانت عاملة ازاي والمحلات كانت عاملة ازاي. في فيلم هنعرضه دلوقتي مدته 4 دقايق هيورينا مصر زمان كانت في تقدم شكله ايه، والناس كانت بتشتغل ازاي، والدولار كان بكام، لان الدولار كان سعره اقل من الجنيه. كان بكام بقى؟ كان اقل، مش فاكر، بس كان اقل من الجنيه. والبورصة القطن كانت شكلها ايه، والاهتمام بالصناعة كانت. تعالوا نشوف الفيلم، هيوجع قلبكم شوية الفيلم ده، بس انا عايز اوريه لكم. وروها لنا يا ريت. يلا
هو احنا ازاي عملنا كده احنا نفسنا؟ اما ليش دعوة مين اللي كان بيحكم مصر في الفترة دي او اللي شفناه، كانت مصر في الفترة دي ملكية. بس انتوا لاحظتوا الشوارع كانت نظيفة ازاي، الناس ماشية انيقة ازاي، سعر الجنيه قد جنيه الدهب، جنيه الدهب كان بجنيه، الدولار كان اقل مننا، بورصة القطن، الصناعة، احنا ليه عملنا في نفسنا كده؟ انا مش عارف. بس بعد كل اللي احنا فيه ده، انا ممكن كل الاماكن دي والشوارع اللي كانت في الفيلم ممكن اخلي عندنا الاخراج، واحنا عندي المخرجين شاطرين جدا، يعملوا لنا فيديو في نفس الاماكن دي دلوقتي واعمل بيفور اند افتر، بس ده هيصيبنا بالغثيان مش هنعمل كده. بس احنا في ايدينا ان احنا نرجع بلدنا دي زي الفل. ايه ايوه طب اه والله بجد يعني صح. احنا لسه في الموضوع، يعني ممكن نرجعها احلى بلد في الدنيا لو اشتغلنا، لو اجتهدنا، لو بطلنا الاستهتار، لو كل واحد اهتم بشغله مهما شغله كان صغير ما يستصغرش شغله. شايفين الشاب اللي قدامي واقف ازاي؟ فله حسين، عشان كده احنا خليناه يقف معانا في المطبخ ويطلع على الهوا، لانه منضبط جدا. وانا اي حد منضبط مهما كان صغير في الشغل من حقه ان احنا نكبره. لو كل واحد فكر بالطريقه دي البلد عندنا هتبقى مختلفه اختلاف تام. بس احنا مشكلتنا الكبرى ان اغلبيتنا كل واحد بيشتغل في شغلانه هو مش معجب بالشغلانه، او مستقل نفسه، او مش عارف قيمه الشغلانه اللي بيشتغلها، او باصص لغيره بياخد كام او بيشتغل ايه. الشباب اللي كله عايز يتخرج من الجامعه ومن الكليه ويبقى في سنه مدير وياخد 5000 جنيه، مش هيحصل يا حبيبي، لازم تتبهدل وتشتغل كتير قوي يبقى عندك خبره عشان تتخطف في الشركات. انا بشوف بعض الناس اللي عندها 20 21 سنه مش عايزين يشتغلوا حقيقه، ما مش عايزين يشتغلوا. عموما ان شاء الله نشوف مصر ام الدنيا وقد الدنيا بينا كلنا، بس نشتغل. طلعت